كل حضراتكم من جديد. دي بقى الفقرة اللي زي ما قلنا لكم في مقدمة حلقتنا النهاردة هنتكلم من خلالها وهنتعرف من خلالها أكتر على رياضة الأيكيدو وإلى أي درجة هي ممكن تساعد في بناء شخصية اللاعب، وكمان ليها أكتر من مسمى، يعني بيسموها رياضة التفكير الإيجابي وبيتقال عليها فن الأسرة. كلام كتير هنحكي عنه مع ضيفنا اللي منورنا كابتن أحمد سليمان مدرب الأيكيدو. يا صباح الخيرات. صباح الخير. أهلا بيك كريم. أهلا بحضرتك. أهلا يا كابتن. أهلا بحضرتك وأهلا بجمهور أهل الجميل. سعداء بيك طبعا، ورياضة حابين نتعرف عليها اكتر طبعا، بس كمان حابين نتعرف على حضرتك اكتر. يعني دلوقتي بتدرب بس كنت بتلعب اللعبه دي كمان؟ صحيح. هو انا دكتور احمد سليمان، دكتوراه في العلوم الفيزيائيه التطبيقيه، مدرب معتمد من الاتحاد المصري للجودو والايكيدو والسومو، مدرب معتمد من اللجنه الاولمبيه، مدرب معتمد من نقابه المهن الرياضيه، وممثل مصر في اخر سيناريو عمل في اليابان في تاكاساكي، وحاليا مؤسس بقى اكاديميه القسوره الايكيدو اللي هي تعتبر الجهة الوحيدة في مصر المفوضة لنشر الأيكيدو وإجراء اختباراته اللي يقومها في مصر الموجودة هنا. وأثناء الممارسة حضرتك كلاعب ابتديت تمارس الرياضة من خلال اللعبة دي تحديدا، ولا كنت لعبت حاجات تانية وحولت بعد كده؟ أنا لعبت في بداية وأنا صغير، لعبت جودو، لعبت كونفو، وقعدت في الكونفو لغاية مستوى متقدم جدا. بعدها حصل إن الكونفو لقيته بيحتاج معانا مجهود كبير جدا بدني، مجهود كبير جدا في الوقت اللي بيحتاجه. مع مرور الزمن الانسان طبيعي بيحصل له ان جسمه بيضعف، العضله بتضعف، العظم بيهن، النفس بيقل، فبالتالي هيجي عند مرحله معينه وهتوقف الممارسه. بس بفكر للمستقبل ان انا محتاج بقى رياضه تستمر معايا لغايه ال 60 وال 70 سنه. فهو الايكيدو لما جه مؤسسه يفكر في الايكيدو فكر في لعبه لا تعتمد على الثلاث حاجات ديت، لا قوه عضلتي ولا صلابه عظمي ولا طول نفسي، فيستمر معايا على طول، بيشتغل على النقاط ضعف الخصم الموجوده فيه. هو ده اللي هيخلي الايكيدو استمراريه على الفتره الطويله، ممكن لغايه 70 سنه. طبعا لغايه 70 سنه، لان كان الفكره كلها الاصليه ان كان دايما لما بيجي عائلات الساموراي كان بيجي بعض عصابات النينجا كان بتروح تقضي على عائله الساموراي ديت، فهو عنده في يا اما رئيس القبيله يا اما الشباب اللي موجودين فيها. فهو لما يجي يفكر ان الاسهل ليه يقضي على رئيس القبيله ولا الشباب الموجودين فيها، فكان يبص الشباب هيقدر يضرب معاه وياخد ويدي، لكن رئيس القبيله سهل جدا لجسمه ضعيف باي تكنيك هيقدر يموته. لما اتعلم بقى تقنيات تخليه هو بقى رئيس القبيله ده يقدر يدافع عن نفسه، فكان الايكيدو هو الاساس اللي اتبنى عليه الدفاع عن النفس باقل مجهود موجود خالص. وايه الفرق اللي بينه وبين بقيه الرياضات القتاليه او رياضات الدفاع عن النفس؟ الايكيدو عشان نفرق بينه لازم نعرف معنى كلمه ايكيدو. ايكيدو بيتكون من ثلاث مقاطع، اي كي دو. لما بييجوا يكتبوه اليابانيه طبعا زي ما حضرتك عارف طبعا كريم متخصص في الكلام الجميل الياباني ده، بتتكتب كريم اداب ياباني. طبعا في الياباني ما اعرفش ابويا، خلي بالك. الله عليك. طبعًا. الله عليك طبعًا. طبعًا. فاحنا بس حضرتك ملم باللغه طبعا، على يعني نسبيا على قد ما يمشينا، لكن نفك على قدنا كده. لغه صعبه. طب. هي لغه صعبه هنا تجدر الاشاره يا حضراتكم. ابن العزيز انا هواد قبل ما نطلع لحضراتكم في الفقره دي على الهواء سربت معلومه ان كريم في الياباني على مزاجك، انت مش عارف جابت الكلام ده منين. انا ضايع يا استاذ، انا بتكلم عربي بالعصب. بالعافيه. لا العفو. لا فكلمه فاللغه اليابانيه عاده بتتكتب بثلاث طرق او بثلاث لغات، حاجه اسمها الكانجي، وبعد كده عندنا الكاتاكانا والهيراجانا. الكانجي دي كاتاكانا كاتاكانا وهيراجانا. وايه؟ هيراجانا كاتاكانا. انا سمعتها هجانا. لا لا هيراجانا. مش هجانا، مش هنيجي على حد حاجه. هو ايكيدو وهجوم بقى وكده. انا رايي ما علقش، انا اسمع بس الفقره دي. ماشي اتفضل. اتفضل. عندنا بقى الكانجي دي شبيهه باللغه الهيروغليفيه، عباره عن رسومات وكل رسمه بيكون ليها معنى. فكلمه اي كيدو متكونه من ثلاث مقاطع، لو الكاميرا تقدر تقرب. احنا عندنا دي كلمه اي، وادي كي، وادي الدو. كلمه اي لو شفناها تقريبا عامله زي التي بوت اللي هو عباره عن البراد الشاي والغطا بتاعه. لو قلنا ايه العلاقه ما بين الغطا والبراد، لو احنا الغطا ده كان صغير هيحصل ايه؟ هيقع جوه. طبعا. ولو كبير مش هيحكم البخار بتاعنا. مظبوط. فبالتالي لازم تكون العلاقه ما بين الغطا والبراد تكون ايه؟ متساوي. متساوي بالظبط. هو دي كلمه اي، متساويه، متوافقه، متناغمه، متناسقه، هارموني. فكلمه اي معناها توافق او تناغم او تجانس. بعد كده مقطع كي لما جم عملوه هنا جابوا هنا سنبله الرز. احنا في مصر عندنا اهم حاجه عندنا القمح. ده الاستراتيجي بالنسبه لنا، بنعمل ايه موجود معانا في الاكل في الفطار والغدا والعشاء. هما في الرز بقى. بالظبط. كنت في اليابان بقى ولا ايه؟ لا بتفرج على افلام. ايوه طيب.
فالرز جم رسموا سنبله الرز وطلعوا منها اربع. محمد هنيدي لما كان في تايلاند كلهم بقى مع بعض ناحيه اسيا كده، كله في اسيا بقى صح. هم محبين للرز ده فعليا طبعا، وكل حياتهم حتى لما كنا في اليابان كانوا يعملوا حتى الفطاير من دقيق الرز. هي الرياضه دي منشاها اليابان صح؟ اليابان طبعا اسسها موراي اوشيبا في اليابان. اوكي. فجه هنا عمل سنبله الرز وبعد كده عمل هنا الحله وطلع منها بخار. أوكي. لما الرز يتحط وفي الحله بقى يطلع منه البخار معناه ايه؟ انه استوى. استوى، ولما يستوي نعمل فيه ايه؟ يبقى ناكل. الله. طبعا. ولما ناكل بقى فينا بقى نوندس كده. اول لما ناكل من الرز نحصل منه على ايه بقى؟ طاقه. بالظبط. لا كده كتير كده انت خلاص، انت جبت المفيد بقى كده، انت كده خلاص اي كيلو من زمان. انا بقول نتغدى بقى وناكل لقمه مع بعضينا. اتفضل يا فندم. فكلمه كي معناها زي ما قالت نهاوند بالظبط، معناها الطاقه. ايوه. يبقى كلمه اي معناها التناغم او التجانس. أوكي. كي معناها الطاقه. اخر حاجه دو. دول لما جينا عملوها كده راسم هنا زي طريق وشخص بيمشي، فبكلمة دو معناها المسار أو الطريق أو المنهج اللي هعمل فيه الطاقة بتاعتي بطريقة متناغمة. بعد كده تحتها بقى ده الشعار بتاعنا احنا بتاع الأكاديمية الممثلة لمصر هنا موجودة كصورة الأيكيدو. فأصبح كلمة أيكيدو هو منهج لتناغم الطاقة. الله، طب ليه ما اتكلمش عن القوة؟ جميع الألعاب الأخرى أيا كانت اللعبة بتعتمد على المواجهة مع بعضها، فلازم أكون أنا قوي عشان خاطر أزيح الشخص من قدامي. مظبوط. الأيكيدو لأ. الايكيدو بيقول لك انا بعمل بليندنج، تناغم مع الشخص، هو جاي بقوته هنا كده، انا بروح واخدها معايا واوجهها في الشكل اللي في نقطه ضعف. يعني تستغل قوه الخصم في القضاء على الخصم نفسه. بالظبط. اوكي. طب احنا وليس قضاء. حاجه نشرح بيها. وليس قضاء. انا عايزه لو في صور او فيديو يا جماعه بليز ننزل، انا عايزه افهمها شويه بصراحه. من عينيا. حاضر. لو يعني حاجه كده ممكن ازاي ده ممكن ساعدة. يحصل في الساحه بتاعت يعني المعركه خلينا نقولها. جميل يعني ماشي. لو نزلنا هو دلوقتي هينزلوا لنا 10 بس فيديو نبص عليه. تمام. وايه اللي حضرتك معاك ده بقى؟ ده المفترض دي شهادات الحصول على الايكيدو. المفترض ان هنا عندي. طب خلينا هنا الاول. جميل. هنا المفترض كان الولد دخل يمسك ايديها. اوكي. هي ما وقفتش، بص لفت ازاي وعملت الحركه في اتجاه عكس في نقطه هو ما عندهوش اتزان موجود عليها. أوكي. هنا لو عندي هجوم من شخصين في نفس الوقت ازاي اقدر بحركه واحده اخلص على الهجوم؟ هنبص هنا كده، اول لما هيرفع بضرب الاولاني، هم نازلين ثلاثه بره خط الهجوم الاثنين مره واحده، هبقى خلصت على الاولاني بقطع البط عليه. ماشي. بس الفيديو سريع. هنا كده بنهتم ان انا عندي بنفرق ما بين الالعاب بتاعتنا لعبتنا كايكيدو في التدريب بتاعنا، ان احنا هنا دي كانت طبعا قفزه جامله عاملاها سفهانة، دي اول واحده حصلت على الحزام الياباني هوريكم صورتها دلوقتي. هنا دي بعض الانشطه الفنيه اللي بنعملها اثناء التدريبات الخارجيه. الايكيدو بيتميز عن الالعاب الاخرى ان احنا عندنا المفترض مراحل التدريب بتبقى يا اما ايه، حاجه اسمها الشيجو، حاجه اسمها الرينشو، حاجه اسمها الكيكو. كلمه الشيجو دي خاصه بالممارسات الدينيه اليوميه اللي بتتعمل عشان تعرف تحفظ التعليم ديت. اما الرينشو فهي الخاصه بالممارسات الجسديه اللي بيعملها بقى الجودو، الكاراتيه، الكونفو، كل يوم ازاي يضرب البانش، ازاي اعمل الرميه بتاعتي، ازاي اعمل الحاجات ديت. اما الايكيدو بيعمل الكيكو بقى. الكيكو بيشتغل على ثلاث محاور، على الجسد وعلى العقل وعلى الروح. على الجسد ان بتدرب اللعب على التكنيك بتاعه عشان احسنه واخلي تكنيك قوي جدا مفيش فيه ثغرات. الجانب العقلي ازاي افكر ان انه تكنيك مناسب للهجوم دوت، فيبقى عندي الذهن بتاعي بنسميها زانشن الارتد، عندي اورنس عالي اللي بيتم عليه. بعد كده الروح ان انا اشوف انه طريق اتحرك بيه لوقف هذا العنف، ولا مش اي طريق، انا ممكن اوقف العنف بعنف تاني، لا احنا بنوقفه بطريق الفضيله، ان انا ما اذيش الشخص اللي قدامي. يعني دي رياضه اقرب لكونها رياضه دفاع عن النفس عن كونها رياضه قتاليه، صح كده؟ بالظبط. يعني توجهها الاوضح هو الدفاع عن النفس. صحيح. بس بطريقه برضو يعني لذيذه مش فعليا. ايوه فعلا يعني. يعني بشوف اضعف حته موجوده في الخصم. ايوه صح ولا ايه؟ ايوه وبسيطر يعني. جدا بشكل جدا يعني عارف احنا مثلا ببساطه كده لو فرضنا انا دلوقتي حضرتك جيت مسكت ايد شخص. أيوة. عشان يفك ايده هيضطر يضربك. عشان خاطر يفك، صح كده؟ مظبوط. لا انا بقى في الايكيدو بفك بطريقه ذكيه لاضعف نقطه موجوده عليها. ازاي؟ ازاي؟ عملي بقى. حضرتك هتمسك ايد كده نهاوند دي واحده، الموضوع لازم عملي. الموضوع اتطور جامد. الموضوع اتطور جامد. امسك بقى ايديها جامد هنا كده. اوكي. لا امسك هنا جامد، امسك ايديها جامد. المفروض انت ماسك ايديها وعايز افك منك. فعشان تحاول تفكي هتضطر تشد ايدك جامد. هعمل كده مثلا. ايوه. لا انت بتشد ايدك لتحت بقى، اعمل لتحت. طب كده انطرها لتحت. بس امسك جامد شويه لتحت. طب هو ليه لازم عملي عليا؟ خلاص احنا خلصنا. ناخد فكره مع بعضينا. احنا خلصنا خلاص. ثاني اهو، شد لتحت كده جامد اهو. لا امسك جامد.
سجاده. لا خلاص معلش خلاص عشان ايه التريك ايه التريك اللي هتوضح لا عشان اوضح للساده المشاهدين معلش اخر حته ده عشان اخر حته انا مش حاجه عشان نفسي اتفضل اتفضل يا معلم هنا اهو لما افك كده صعب عليا عشان في اربع صوابع امال نعمل ايه طيب اطلع حاجه تلف ايدي بقى كده اهو ارفع ايدك كده اهو كده ايه ده والله ده فكره لذيذ جه فين بقى يعني اضعف نقطه مظبوط اللي هي موجوده في ايديا فكذلك فالميزه في كده بقى مجهود الموضوع بس فهمناه بالفعل فانت بالتالي البنت ممكن تمارس الايكيدو الراجل الكبير سنه الكبير هيقدر يمارس الايكيدو لان بيشوف اضعف نقطه في الثغره اللي الشخص بيجي يهجم بيها عليها فيطلع بسهوله جدا يبقى عنده كده براءه من ايه من الهجوم صح يجي بقى المرحله الثانيه اللي بتميز الايكيدو يعني الايكيدو الالعاب الاخرى فيه بقى هجوم ضد هجوم انا عندي ثلاث مراحل اول مرحله ان انا بهرب من الخصم زي ما حصل كده دلوقتي اوكي وبالتالي ممكن اجري اسيب يعني الشرطه ما باذيهوش فعلا انا بفك نفسي انا اوكي دي المرحله الاولى لكن لو جه هجم ثاني باجي مرحله التثبيت بقى اثبته اخليه تحت السيطره ما يتحركش مني خالص هلف ايديا بقى على صوابعه بقى اللي هي المرحله الثانيه تحب تجربيها؟ لا اشكرك كفايه يعني كده خد فكره برضه انت عليه ده عليه هو طب ما تيجوا انتوا ده عليه هو دي بتبقى صعبه ده سهله جدا لا لا هو نفس الحركه لا مش عارف انا اللي هعملها انا اللي هعملها انا اللي هعملها المره دي هو هنا اهو ده بيبقى هيراجع مش عايزه لا اعمل ايه اقول لي انا هنا اهو اخد انا دي كده اهو اوكي اقول لها بندوس على صوابعك كده بص حاول تتعدل اوكي لا طبعا استحاله ما يقدرش اوكي فانت بالتالي دوست على نقطه ضعف في جسمه صغيره ما يقدرش الشخص يقوم ودي المرحله الثانيه من الايكيدو يبقى انا هربت المرحله الثانيه ثبته ممكن اجري عشان لو انا عندي لو بنت مش عايزه اعمل اي احتكاك المرحله الثالثه بقى ممكن بقى ارميه اخنقه ارميه او اخنقه يعني كويسة. اثبته ليه خانق انت بتحب العنف دي كده انا ما بتكلمش على كريم على فكره لا 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 انا بتكلم عن هي بتتكلم في البوصله لا لا مش كريم خالص طيب قلت لك اخنقه طب دي فرصه كويسه انا الرياضه انت فين من زمان يا كابتن الرياضه دي تناسبني تاخدوا سن 33 34 شغال معاكم؟ لا احلى سن طبعا احلى سن لان احنا بنتارجت كمان كل السن الكبير. طب منتشره الى اي درجه الرياضه دي في مصر؟ هل انتوا مثلا الفتره اللي فاتت وانا فهمت في سياق كلام حضرتك ان الايكيدو هنقول ان هي تحت مظله الاتحاد المصري للجودو لو انا مش غلطان صح كده؟ الجودو والايكيدو هل في خطه موضوعه من الاتحاد او من حضراتكم القائمين على الرياضه دي تحديدا؟ في فكره ان هي تنتشر في المدارس وفي الكليات يعني فكره ان انتوا تستقطبوا اجيال جديده ممكن جدا يبقى فيهم ابطال مستقبليين في الرياضه دي. احنا طبعا عندنا الخطه موجوده لكن هو الفكره محتاجين الاعلام، يعني هو الاعلام اللي هيساعد معانا لمعرفه الايكيدو ديت، عشان كده احنا بنعمل لقاء مع حضراتكم. هو اتاكد ان هم كده بعد شويتين اللي حصلوا اكيد الوضع هيختلف كتير. دي مضمونه. ده يعني احنا نتمنى طبعا ان الجمهور الاهلي كله يعرف كده. لا بس عايز اقول لحضرتك حاجه والله يا كابتن احمد طبعاً. بجد يعني هي حلوه يعني لان فعلا فيها ذكاء غير متوقع، يعني رد الفعل الغير متوقع هو ده اللي ممكن يكون فعلا بينقذك، لان يعني رد الفعل الطبيعي فعلا ان انا ازق ايدي لتحت فمش هيحصل حاجه بس صح؟ يعني لا فعلا ان هي ايد مفتوحه من فوق ف يعني بس طبعا بقى دي ليها حركات كتيره جدا ورولز كتيره جدا. لا ده هو احنا مش كده وبس، ده كمان لو في حد داخل ضدك عليك يواجهك بسلاح، يعني جاي دلوقتي احنا بنضربك بثلاث اسلحه مشهورين اللي هو بنسميه البوكن اللي هو السيف الخشبي، الجو اللي هي العصايه الطويله، التانتو اللي هو السكينه الصغيره. أوكي. فانا بقى الولد عاده لما بيجي حد يهجم عليه باي حاجه في ايديه يبقى بانيك يخاف يتشلك ما يعرفش يعمل ايه. لا انا في الايكيدو بعلمه ما يخافش من السلاح اللي جاي ده، ازاي هيطلع بره خط الهجوم وياخدوا منه ببساطه بكل ايه. طب في فيديو ده ولا لا؟ لو معانا فيديو يا جماعه بليز نشوفه. دي هنا كان الاولاد حاصلين على احزمه بتاعه تيشيرت الاتحاد المصري للجودو والايكيدو والسومو، كنا عاملين لهم تمرينه خارجيه وبعد التمرينه بنديهم الشهاده. هنا سفيان ده بالسيف اللي هو الكتانه بس ما بيشتغلش بيه غير بعد مرحله متقدمه. يعني لو حد دخل عليا بسيف كده المفروض اعرف انقذ نفسي؟ بسهوله جدا ان هعرف النقطه بطلع من خروج الهجوم اللي جاي عليا بزاويه وبمسكه منه بنفس الحركه دي. طبعا ما هو بالتدريب كل حاجه بالتدريب بيتم عليه بسهوله جدا. هنا اثناء التحيه اليابانيه، طبعا لو نلاحظ ان احنا التدريبات كلها موجوده بعضها في اماكن خارجيه. الاماكن الخارجيه ديت بيكون ده اساس من اساسيات تمرينات الايكيدو. ده قاسم دي ميريلاند ولا ايه؟ رياضات الدفاع عن النفس يعني دايما بنشوف حتى الحاجات الصين واليابان وكده فعلا في وجود طاغي للطبيعه. صحيح. عشان احنا الثلاث محاور زي ما قلنا اللي هو الروح معانا والعقل. اوكي. فانا لازم عندي من البرنامج اللي بيجي لي من اليابان اللي طبقه على اللعيبه المصريين هنا ان انا عشان ابني شخصيه اللاعب عندي يبقى ساموراي كده فيها. أيوة. لازم اطلع بيه في تمرينات بره المكان صاله التدريب اللي بنسميه الدوجو. لان هناك في الدوجو بيتمرن من غير الحذاء على ارض
طريه فهو عنده امان. لا انا باخده واطلع بيه مثلا في زي محميه وادي دجله. دي كمان بيبقى لها علاقه بالطاقه اظن، فكره ان هو لامس الارض مش كده بالظبط؟ ما هو ده اساس الكي اللي هو المقطع بتاع دوت اللي هو الشعار الدولي بتاع الاكاديميه بتاعت اللي احنا تابعين فيها في اليابان. ده علم اليابان طبعا، هنا البنت بتعمل حركه، ده علم اليابان. وموجود هنا دي الجزء المثلث ده اللي هو مثلث اللي بيكسر الطاقه السلبيه اللي داخله عليا، شكل موجود بطاقه متعامده. ودي كلمه الايواما بتاعتنا، وادي الايواما ايكي شورينكاي، ده شكل اللوجو بتاعنا. هنا هي بنت عامله حركه تثبيت اهي، مثبتاها تثبيت كلي. هي اكلها تقريبا من والله لسه كنت هقول ممكن في حاله وفاه في الصوره ولا بيتهيألي؟ ان هو شوف سيطره كامله على الكتف على الراس، ما اقدرش يتحرك خالص كده، ممكن بعد تسيبه بقى تجري تعمل اي حاجه كده خالص. هي فيها ملمح من الكونغ فو. هو الكونغ فو هجومي ضرب اكتر، لكن احنا لا انا بكلمك عارف من انهي زاويه تحديدا، فكره ان انت بالقدر الاقل من المجهود تبعد عن مسار الضربه اللي جايه لك. يعني صحيح. فيها شيء من التكنيك ده بتهيألي. اكيد هو كلهم بيشتركوا في حته ان انت لو عندك قدره على الالتفاف وتقدر تخش نقطه الضعف، اعتقد يبقى كلهم في قسم مشترك بينهم. ممكن نقول عليها هنا اكتر رياضه رد الفعل، يعني انا رد فعل للي قدامي بالفعل. بالفعل انا مش محتاج ان انا ابدا انا الهجوم على الشخص الا لو هو بقى اعتدى. هنا هو داخل عليه بالسيف ازاي هيطلع من الخط، وهنا معاه عصايه وبيطلع بره خط الهجوم اللي موجود عليه. فده من اهم الحاجات المميزه لانك تعمل ضد الاسلحه في الدفاع عن النفس بالايكيدو. وبعدين بلاحظ ان في يعني الاعمار صغيره قوي ما شاء الله، فانا كنت متخيل وحتى كنت عايز اسالك في التفصيله دي، ان في بعض الاحيان في اهالي بيلاقوا ان اولادهم يلعبوا وهم لسه في سن صغيره رياضات من النوع ده خوفا عليهم من الاصابه، فواضح ان لا ده في اقبال من الاعمار الصغيره يعني. ده هو انا عايز احكي ان الاعمار الصغيره يمكن اكثر ناس بتحب هنا مع السفير الياباني اللي هو السابق اللي كنت في مصر، كنا احنا في ده كان في نادي هليوبوليس. ده السفير الياباني اللي مش السابق على طول، الحالي لا لسه ابتدى بقى في لما يعمل انشطه احنا دايما بنتواصل معاهم لنشر الثقافه اليابانيه اللي بيتم عليه. معلش عفوا السؤال كان لا كنت بقول لك على فكره ان هي فيها شيء من الاعمار الصغيره، على فكره الاعمار الصغيره اللي في اقبال من الاعمار الصغيره. الاعمار الصغيره لان دلوقتي ولي الامر مش عايز ابنه يرجع له واخد بوكس في وشه، اصابه في وشه، موضع شكل وشه. البنت مش عايزه تبقى رايحه مثلا مدرسه ثاني يوم وعندها كتفها موجوع او في كدمه في رجلها او كدمه في ايديها. عايزاها تمارس رياضه تخلي عندها ثقه في النفس كبيره، تعرف تتعامل مع المجتمع ما تخافش. لان احنا حتى من ضمن الحاجات بنتكلم في الايكيدو اللي هو علاقه بعلاجه الصحه النفسيه، ان كان بيجي ناس دلوقتي اولاد صغير جسمه صغير فيروح المدرسه يحصل شيء من التنمر مع اصدقائه الموجودين في المدرسه عليه، فيخلوه بقى يخاف يكره مش عايز يروح المدرسه. صح. مش عايز يروح النادي، مش عايز ينزل الشارع. فيحصل له مشكله نفسيه كبيره، يحصل رهاب مجتمعي، يضطر والده يعمل ايه، ينصحه مره واثنين ما فيش نتيجه، بيروح بقى للمعالج النفسي يقعد معاه فتره طويله لغايه لما حصلت بقى حاجه معينه فعليا. كان حد من المعالجين النفسيين الاقوياء جدا كان قرأ عن الايكيدو، بعد كده جاب الولد يتمرن عندنا. هو كان عنده رهاب مجتمعي فظيع وبيخاف جدا جدا جدا. لما خد يتعلم حركه الايكيدو، حركه ميزتها ان هي بساطتها ديت وقدر اسيطر على شخص اكبر مني، خلت الولد عنده ثقه كبيره. طبعا. انا عندي علاقه ما بين الثقه والمعرفه. اول لما الشخص بيتعلم تلاقي الكيرف طلع فوق كده، فاكر نفسه عارف كل حاجه. فحصل عنده ثوره في الثقه النفسيه اللي عنده، فبالتالي بقى يقول لك انا عايز اجرب عايز اجرب. فالولد هو كان مامته شغاله زي حاجه كده طبعا ليها علاقه بمكاتب كده وزمايلها. فبتقول لي بقى لما رحت معاها الشغل تاني يوم، كان طبعا خايف يروح المدرسه، فكنت اروح معاها الشغل اسمع كل شويه ابص اروح ابني ماسك واحده منيمه، واحد زميله منيمه، وعامل ايه؟ فالولد بقى عنده حب ان عايز يتعامل مع الناس ويكسر حاجز الخوف اللي عنده ده. بس هو خوفهم هو يعني خوفهم هم كده. هم طبعا هو بقى عايز يجرب التكنيك اللي اتعلمه، ما هو دلوقتي حس بقى ان هو انا ما حدش قدي، انا اتعلمت كل حاجه، فاصبح الثقه مفرطه بالنسبه له، فكسر حاجز الخوف اللي كان مخليه خايف يقابل الناس وخايف يتم. ايوه بس بقى عدواني برضه لا ولا ما هو بعد شويه بقى، ما هو اول لما جه عرف اول خلاص معرفه والثقه زادت، لان هميت على النقطه دي، يجي بعد شويه يعرف ان الحركه صعبه شويه فالكيرف ينزل معاه، لا انا محتاج اركز اكتر، لا محتاج امسك السلاح افضل، محتاج اعمل، فالكيرف يطلع لغايه لما يوصل لمرحله الاتزان النفسي الكامل. لان معروف اللي بيتعلم اول شبر من العلم بيظن انه عارف كل حاجه، ياخد الشبر الثاني يتواضع، الشبر الثالث يعرف ان هو ايه لسه ما اتعلمش حاجه، ده لسه المشوار طويل. فانا كان يهمني اللي هو عنده مشكله نفسيه ان اديله ثوره في البدايه، يحس ان هو 100 100، اتحرك على طول احل المشكله اللي عنده، بعدين انزل بيه بقى سنه 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 لغايه لما اخليه عنده اتزان، ما يخافش من الناس، يتعامل بدون عنف ويدافع عن نفسه بثقه كبيره. في حد ادنى للاعمار لو حد عايز يبتدي يمارس الرياضه يفضل عندنا من 6 سنوات.
هو في اليابان بيبداوا من 5 سنوات، احنا بس عندنا في مصر 6 سنوات بنفضل علشان خاطر بس الولد يقدر يشيل معانا اللي هو الجزء السلاح البسيط الخشبي او كده. خلي بالك في فئه كبيره من اولادنا، يعني مش كل الاسر عندها اطفال خلوهم يمارسوا رياضه من سن 5 و4 و6 سنين. يعني في ولاد ممكن يبقى عندهم 15 او 16 سنه وما لعبوش رياضه بشكل نظامي قبل كده بشكل احترافي، هل عندهم فرصه ان هم يعني يمارسوا الرياضه دي؟ طبعا الايكيدو احنا بنبدا فيه من السن الكبير، ده انا عايز اقول لحضرتك ده التارجت بالنسبه لنا اكتر من السن الصغير كمان، لان الانسان الكبير بعد ال 15 ما فيش لعبه تقريبا بتقبله، يعني مش هيعرف يتعلم لسه كاراتيه ولا لسه هيتعلم جودو. لا احنا عندنا بقى هتيجي هعلمك الذكاء الرياضي وحسن لك جسمك وحسن لك ازاي تفكر وازاي تتعامل مع الناس. احنا في الايكيدو تلاقي معظمنا كلنا بنلبس بدلنا كلها بيضاء، ما فيش عندنا لون ابيض وازرق، لان احنا مش عندنا هدف الكومبيتيشن ان انا افوز وتاني يخسر وين لوز، لا احنا وين ومن سيتويشن، احنا الاثنين فايزين. الهدف عندنا الهدف الاسمى ان القمه تسعونا جميعا. بس الانتصار في ايه برضو؟ يعني نعم؟ الفوز بيجي مين اللي بيفوز برضو؟ انا مش فاهمه. انا دلوقتي الشخص لما جه هجم عليا هو مفترض دلوقتي عنده طاقه سلبيه ان عايز يضربني، انا بروح طاقته دي اشيلها منه خالص واحطه في الارض كده اقول له كده خلاص ما تعملش اكشن عليا. لما بيبقى فيه منافسه؟ ما فيش منافسه، احنا لسه لعبه منافسات. يعني هي اصلا رياضه للممارسه على المستوى الهواه، مستوى يعني هي استعراضيه مش تنافسيه. ما بتدخلش كومبيتيشنز ولا بطولات ولا اي حاجه؟ لا احنا البطولات بتاعتنا بتبقى استعراضيه. بمعنى ايه؟ ده المفترض دلوقتي زي الكاتا كده، زي الكاتا بس تبقى كاتا التحاميه بقى، ان هو الشخص دخل عليك مثلا ضرب بالبوكس مسك هدومك جه خنقك طلع عليك مثلا بسلاح ثبتك، ازاي تعمل التكنيك المناسب لهذا الموقف؟ طب انتوا بتصنفوا بالناس بناء على ايه بقى في الحاله دي؟ هو المفترض يعني لما يكون في مسابقه ومنافسه او مباراه انجاز التعبير تقدر تحدد مين اللي فاز ومين اللي ما فازش؟ احنا عاده بنبدا اول حاجه عن طريق الاحزمه، بنرتب الناس بالاحزمه بتاعتنا. أوكي. احنا في عندنا المقوله اليابانيه تقول لك تدرب وحافظ على التدريب حتى يتغير لون حزامك. بمعنى أوكي. انت الاصل بتبدا بحزامك ابيض. مع مرور الزمن افضل الحزام ده في مجهود بقى وفي جهد وعرق لونه يتغير، ده النظر الطبيعي الابيض هيتحول للون اللي هو الوحش شويه اللي هو إيه زي قرب الاتساخ نتيجه الجهد والعرق، ده سمه ان هو بذل مجهود كبير فتحول لون ايه البني. فجينا احنا بقى عشان خاطر نغير البتاع ده وشكله حلو عملنا لهم الوان زي ما حضرتك قلت بالظبط. فبقى عندنا اصفر، عندنا برتقاني، عندنا اخضر، عندنا ازرق، الوان مبهجه عشان تبهج الناس ويحس بالتقدم الموجود عليه. ايوه. بعدين يطلع لمرحله الحزام الاسود. الاسود ده فيه 10 درجات بعد كده، اسود 1، اسود 2 وهكذا. وحتى لما بنيجي عليهم نديهم الحزام نقول خلي بالك لو انت هدفك الحصول على الحزام فستتوقف عن التمرين عند حصولك عليه. لكن لو هدفك المعرفه فانت لن تتوقف عن التمرين ابدا. ما يبقاش هدفي ان احصل الحزام وخلاص، لا انا عايز اكمل واكمل. فاصبح حضرتك عندي ناس اصفر وناس برتقاني وناس اخضر، اجيب بقى المجموعه ديت بنديهم مجموعه حركات على قد المستوى بتاعهم. سيتويشنز مواقف بنديها لهم، يبقى انت بالنسبه للاصفر ليك موقفين ثلاثه، في البرتقالي يبقى عندك 4 5، في الاخضر معاك 10، في الازرق 20، في البني 30 يخش معاك 3 اشخاص يهجموا عليك، في الاسود 4 اشخاص. فبالتالي بقى اصبح بقى عنده التفكير الوعي بتاعه كبر ان ازاي يدافع ضد اشخاص مختلفه. اجي بقى في الكومبيتيشن احط بقى الشخص اقول له مثلا انت دلوقتي هيهجم عليك الاثنين وانت هيهجم عليك الاثنين، مين بقى عمل تصرف احسن؟ زوايا خروجه افضل، تركيزه على الشخص عمل فيه عدم اتزان اكتر، ده يحصل على الميداليه الذهبيه. التقييم بقى بيكون بناء على كده. طبعا أوكي. ان هو المفترض عمل احداث عدم اختلال الاتزان اسمها كوزوشي بالياباني، سيطر عليه سيطره كامله، ما كانش فيه لما هو بيخرج منه خرج بطريقه صحيحه ما اتصابش فيها الى اخره من الحاجات الجميله. طب انا عندي سؤال اخير لان الوقت خلص كابتن احمد، بجد استمتعنا والله، دي من الفقرات اللي فعلا حلوه. انا سعدت بحضراتكم. لو حد عايز يقدم دلوقتي بيسمع سواء بنفسه او اهله عايزين يقدموا لاولاد، اهلي يعني عايزين يقدموا لاولادهم فين؟ يعني الانديه مختلفه ولا حضرتك بتتكلم عن مركز معين؟ لا احنا في انديه، احنا منتشرين حاليا في الشيخ زايد جنبكم هنا اكتوبر في الخمايل، موجودين في التجمع الخامس في نادي الاروا، موجودين في ميت نصر نادي ميت نصر، وان شاء الله نتوسع بقى باذن الله. احنا نتمنى وجودنا طبعا في قناه الاهلي ان احنا ندخل ان شاء الله، لان هي رياضه حلوه بصراحه، دي حاجه جميله للجمهور الاهلي. نورت قناه الاهلي وان شاء الله نفسي اوريكم الشهاده. للاسف بس هو الوقت سرقنا. بس ملحوقه تيجي تنورنا مره كمان باذن الله. شرفنا وسعدنا بيكم، ونتمنى كلنا نشارك في فن الاسره اللي هو فن الايكيدو. شكرا ليك جدا كابتن احمد.